قول كمان. معانا دلوقتي على التليفون الاعلامي الجزائري سمير بادي. اهلا بيك يا سمير معانا في 7 داي سبورت على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير واهلا وسهلا ومرحبا بك استاذ عبد الرحمن نادي. انا جيت بعيد متواجد مره اخرى مع قناه الاهلي نادي القرن الذي نبارك له احتفاله ب 116 سنه. احنا يعني شرفنا تواجدك معانا. يعني انت زرت النادي الاهلي قبل كده صح؟ نعم زرت. انطباعاتك عن النادي الاهلي ايه في زيارتك ليه؟ نعم استاذ. انطباعاتك عن النادي الاهلي في الزياره اللي زرتها للنادي الاهلي ايه؟ نعم زرت مع وفاق الصيف الموسم الماضي في نصف نهائي رابطه ابطال افريقيا في القاهره، وقتها اختار الوفاق باربعه مقابل صفر، وكنت يعني احسن زياره بالنسبه لي الى نادي الاهلي المصري. وقفنا على كل كبيره وصغيره فيما يخص هذا النادي، نادي القرن العملاق الافريقي المونديالي الذي كل ما نشاهده نتمتع سواء فوق أرضية الميدان أو ما يقدمه الجمهور فوق المدرجات، وأيضا ما تقوم به إدارة هذا الفريق العريق دائما له سمعة في إفريقيا، سمعة طويلة، وله في الجزائر أيضا الكل يقيم له كل الاحترام والتقدير، وأيضا له علاقة جيدة مع نادي فاطمة، النادي الذي أتابعه وأناصره جيدا سواء بالنسبة لإدارة وأنصار أو لاعبين، حتى لاعب قندوس الجماهير الفخيت التي باتت تناصر الأهلي المصري وأخبار النادي المصري وما يقدمه اللاعب السابق لوفاق الصيف أحمد قندوس مع هذا الفريق. احتفال وفاق الصيف عبر صفحته الرسمية وجماهيره باحتفالية النادي وسنة 116 سنة بالنسبة لنادي القار، خير دليل على ذلك. طيب جماهير الجزائر متابعه فرقه الاهلي في دوري ابطال افريقيا ومتابعه مسيره الاهلي في الموسم ده، من متابعتك او من متابعتك للكره او للجمهور الجزائري، شايف متابعه الجمهور الجزائري لفرقه الاهلي ازاي، وخصوصا في وجود لاعب جزائري في وسط فرقه النادي الاهلي، وكمان انت عندك فرقتين من الجزائر بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا على منافسه مع النادي الاهلي. طبعا انت الاهلي هيلاعب الكسبان من الترجي وفريق جزائري، وايضا في فريق جزائري بيلعب صن داونز شبيبه القبائل طبعا، وفريق صن داونز كمان هيلاعب فريق جزائري في مباراه العوده. احنا عايزين نعرف انطباعك عن فرقه النادي الاهلي والمسيره بتاعته في بطوله افريقيا. نعم استاذ عبد الرحمن، هو الكل تفاجأ ما حصل لنادي الاهلي لما انهزم في صن داونز بخماسيه كاملة. الكل تفاجأ لمردود الأهلي وقتها، والكل تحدث عن الخسارة لخماسية لهذا الفريق، يعني خسارة كانت مفاجأة بالنسبة للأهلي. بس عودة النادي الأهلي ما حسستكش بأي مشكلة؟ ما هي دي ميزة النادي الأهلي، إن أنت اتأهلت وحققت التارجت بتاعك من المجموعات وعدت تاني وكسبت في أرضك وكسبت بره أرضك، ما عندكش مشكلة. يعني هي دي ميزة النادي الأهلي وشخصية البطل. نعم الكل تحدث عن النتيجة الخسارة بخماسية، لكن في المقابل تحدث عن العودة القوية للأهلي المصري. هو الأهلي يتواجد في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، هذا هو النادي الكبير. لما تكون عنده شخصية ما يتأثرش بخسارة مهما كانت نتيجتها، والعودة تكون قوية في الأدوار المتقدمة والأدوار المقبلة. يعني الأهلي رغم خسارته إنه كسب التأهل وحقق يعني فوز امام الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل صفر في مباراه كانت كبيره وكبيره جدا في القاهره. في انتظار مباراه العوده في المغرب، يعني راح الامور ما راح تكون سهله بالنسبه لي المصري، وايضا راح يواجه العملاق المغربي الرجاء البيضاوي الذي كسب مؤخرا خبره طويله في مخص هذه المنافسه رابطه ابطال افريقيا. وعليه نقول ان نتيجه 2-0 ليست نتيجه مضمونه للتاهل بالنسبه لنادي الاهلي. هي طبعا لقاء قوي، الاهلي عامل حساب قوي لفريق الرجاء، حتى لو النتيجه هنا كانت اكثر من 2، احنا من الناس اللي بتعمل حساب للفرق كلها بره ارضنا زي جوه ارضنا يعني. لكن استاذ عبد الرحمن في مثل هذه المباريات لابد ان تسجل اكبر عدد من الاهداف. في باثنين مقابل صفر مباراه مغايره ستكون في المغرب بالنسبه للاهلي المصري، المعطيات ستكون مغايره تماما من كل النواحي. طبعا والاهلي مش فرقه بره ارضها سهله، الفرق الاهلي بيلعب بره ارضه زي جوه ارضه، فانت برضه الاهلي صعوبه على فريق الرجاء زي ما فريق الرجاء صعب على الاهلي، الاهلي صعب على الرجاء طبعا كل بلا شك يعني. والضغط راح يكون على الرجاء البيضاوي اكثر منه على الاهلي طبعا مع ضغط الجماهير هناك. الاهلي المصري
في زمام الامور خاصه في الشوط الاول راح تكون المباراه اسهل عكس ما في حتى اذا تلقى اهداف في المرحله الاولى لانه الضغط الجماهيري سيكون كبير بالنسبه لجماهير الرجاء على لاعبيها من درجه اولى لانه من هذه الهدفين مقابل صفر وعلى لاعبي الاهلي المصري حتى يحفزون اكثر لاعبيه وبذلك نقول الاهلي لابد ان يتحكم في زمام الامور منذ البدايه وهو متقدم بهدفين مقابل صفر له الافضليه في النتيجة وتثير بقية الدقائق بأكثر خبرة وأكثر دقة وأكثر حكمة لأن مثل هذه المباريات تتطلب عدم يعني القلق أكثر مع مرور الوقت وجعل المنافس هو الذي يبحث عن النتيجة بما أنه التقدم لصالح الأهلي بهدفين مقابل صفر. طيب عايز اسالك عن الفرقتين الجزائريين بقى اللي مشاركين في دوري ابطال افريقيا، رايك في مسيرتهم ايه واللي انت شايفه في اللقاء القادم لكلا الفرقتين ايه؟ والله نقول وضعيه لا يحسب عليها بالنسبه لفريق شباب بلوزداد بدرجه اكبر عن فريق شبيبه القبائل، خليني نقول انه النتيجه اللي حققها فريق شباب بلوزداد هنا في الجزائر امام نادي سان داونز الجنوب افريقي خسارته باربعه اهداف مقابل هدف على ارضيه ملعب نيلسون مانديلا كانت اكبر مفاجاه بالنسبه لكره القدم الجزائريه وليس فقط فريق شباب بلوزداد كيف لا وفريق شباب بلوزداد الذي يتواجد في صفوفه ابرز لاعبي البطوله الوطنيه فيه 6 إلى 7 لاعبين كانوا متواجدين في المنتخب الوطني المحلي الذي شارك في كاس امم افريقيا للمنتخبات المحليه مؤخرا في امكانيات لا باس بها بالنسبه لفريق شباب بلوزداد من الناحيه الماليه من الناحيه المعنويه من ناحيه الجماهير كل الظروف كانت في صالح فريق شباب بلوزداد خلال هذه المباراه لكن كان زاد عكس ذلك فوق ارضيه الميدان فريق شباب بلوزداد اصطدم بنادي سان داونز الذي قدم مباراه كبيره وطال وجال وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مباراة شباب بلوزداد الذي تنقل في طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا وكله عزم على تحقيق ممكن المفاجأة كل شيء وارد في كرة القدم طبعا كل شيء وارد في كرة القدم لكن ليست مستحيلة في كرة القدم طبعا عكس ذلك فريق شبيبة القبائل المنهزم بهدف مقابل صفر أمام الترجي التونسي هنا في ملعب 5 جويلية تنقل اليوم إلى تونس على الأمل العودة بالتأهل من هناك هدف مقابل صفر ممكن شبيبة القبائل محتاج هدفين هناك في جنوب أفريقيا يعني المباراة تمام نعم بقول لك هو محتاج هدفين في جنوب أفريقيا فقط للتأهل يعني نعم تمام انا بشكرك جدا سمير كانت مداخله مهمه جدا واهالينا في الجزائر طبعا نتمنى التوفيق للانديه الجزائريه طبعا ونتمنى التوفيق لكل الانديه العربيه في دوري ابطال افريقيا